السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني متابعي الأعزاء. نظرا لأن اليوم قطعت البث، حبيت يعني أغير معكم شوي جو، وقمت بزيارة داخل حديقة الحيوانات. أخليكم يعني مع الفيديوهات تتفرجوا وتشوفوا يعني، وإن شاء الله كله خير. نبدأ جولتنا إن شاء الله. أنا الآن يعني في مكان يعني يعتبر جنة على وجه الأرض. يلا نبدأ الجولة بإذن إخواني، الله. أولها جمل. أهو جمل، أنا أعرف. بدأنا الآن أول الجولة، فيها زواحف كثيرة، فيها حيوان الفنك، ها هو نائم لو ترونه. هذا فنك، هذا هو الفينك الصحراوي آكل العقارب. شنو هذا؟ ثعلب الجنوب. اهو الأسد يزأر. الدخول مع الذئب الآن. الأسد فرحان بينا. آدمون. أيها الأسد. البط، ها هو البط. في جمال عمالقة هنا سأريكم، وزواحف إن شاء الله أستعرضها لكم بإذن الله. هذا هو البط بصورة أوضح. الآن سنذهب لبيت الصقر، أو سنقرأ العنوان. اسمه نسر المناطق الصحراوية، وهو أسود ضخم. داخلين على الطاووس على ما أظن. هذه صقر صغير، ها هو لو قابلكم صقر. والآن داخلين على الطاووس، طاووس على ما شاء الله مفتح. الله أكبر، ما شاء الله مفتح، يعني شيء جميل. صورة نادرة للطاووس وهو مفتح، لكن هم عاملين هذه الأسلاك الشائكة حتى لا يقترب منه الأطفال أو لا يؤذوا أحد. ما شاء الله، أتمنى يدور. هيا يا طاووس التفت. ما هو الدار؟ كما يقولك سوي. ها هو الطاووس مفتح عن قرب. حاولت اني اجد ثقب والحمد لله وجدته. نواصل الجولة. هذه بيت ثعابين، لا أعرف شو نجد فيها. لا يوجد فيها ثعابين فارغة. نحاول أن نجد هنا، لا أظن موجود. الدنيا فيها برد فلا يظهرون. أتمنى نجد، غير موجودة الثعابين هنا. لا فارغة، كلها فارغة. المعادية فارغة أيضا، يعني وقت البرد لا تظهر لأنها زواحف صحراوية. خنازير، أعوذ بالله، خنازير.
لا أستطيع البقاء كثيرا لأن رائحته منتنة. أحاول تكبير الصورة شوي. نمر للذي بعدها. ضبع، أظن داخلين على الضبع الآن. ما هو الضبع؟ محل. هذا ضبع نادر. أي مخطط الضبع ها. في ضباع أخرى هنا، ها هي سائبة. أظن نوعية أخرى إخواني. لكن هربوا، لما رأوني هربوا. يحفرون الحفر. ها هي ضباع في البيوت داخل الجحور، لا أعرف، ربما يخافون من الناس. الآن ندخل على بيت النعام. نعام والمعز، صورهم هكذا أوضح. أهو صورة عن قرب. نذهب للنعامة. عن قرب يا رب ما تكسر التليفون. خفتي من الأسد؟ هاي النعامة في صورة واضحة، يعني مني لها قريب منها سنتيمترات. هو المعز القزم ها. المر فارغ. تليفوني بس. الأحسن القزم الآن. الخنزير ليس في أمان. أحسن القزم الآن. ناخذ قورية يا خالد. ناخذ قورية ونطلقها وخذ عربية. لا كرهت العربية بس. شلت بلاطوطة بس. حاول ندخل. الآن داخلين على بيت القرد. هنا القرد شرس جدا. ربي فك سراحك ترجع لموطنك. غاضب غضبان. أجيب لك حتى الحلوى نعطوه شوي. لكش ناكل حلوى. قرد واحد. أظن الآن ماشيين على بيت الأسد. الآن سندخل على بيت الأسد. لا ها هو أولا ذئب.
ذئب صحراوي، وهنا هذه فئران نسميها فئران فرنسا. هي أليفة تربى في البيوت. حاول أن ألحق بالأسد. الأسد صغير، الله. وسع بالك. طول شوي في يد الكاميرا، ان قرب له اكثر لانه خطر، صغير وخطر جدا. سبحان الله. نركز مع الأسد شوي. شراسة ليست عادية. الرحلة مع المعز. الآن ندخل على بيت الجمل. الآن داخلين على الجمل العملاق. الجمل عن قرب. وري لي في أسنان. متابع فينا. الجمال تعلق فينا. شوف اسنانه عن قرب. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. سبحان الله. ندخل الآن على بيت الأفاعي ثعابين يمن البلور. سبحان الله. البلور يعكس الصورة على الكاميرا. تم هنا. هذه ميت، ميت هذا حي ميت. سبحان الله. سيخرج لنا أفعى إن شاء الله. عقربة. والله العقرب هذاك أخطر من الكعب. وين عقرب الصحراء؟ شوفها. وين عقرب عن قرب الصحراء؟
جاي علي. بس فكرت في تاريخها يعني فيها الشعراء طردم ما تخلص. عادي عادي ها هذا تلمسني العاقرة ها. لا خوف إلا من الله سبحانه وتعالى. ثعابين ما ثمش سايبين يخرج لنا ثعبان الحين أو أفعى. ننتظر شوي ثعبان الأزرق ها عضة جاي علي. هل شكلت على الماذا؟ لا لا استعمى ريحتك الحوت يلدغ هذا توضربته خايف في السماء مش قوي كله يمكن مسة عادي خذوه شفتوا؟ عادي هو مسكته بيدي. ما اعرف شدك من الكاميرا صورني شوف اذا عاوزني شده اعطيك واحد اخر عقب منها هات لي واحد اخر شده يحضر لنا ثعبان اخر سوا امسكه. كان فيكم بالعربيه حتى تفهموني لو تكلمت بالتونسي لا احد سيفهمني من جد عادي انا هذا يلدغ يسكن نفحب يلدغ شوف كل نفحب نعم والثعبان كبرى هذه قلنا منها السمحة هذيك ضربت معنا شد وافز بطار هنا لا موجودة راهي هاني عارف هاني شوف تقص بدي عودك حتى هاتشي عاد عودت لي واحد اخرى ما يصور فيك هذا اخي انا والخو هذا اخي الصغير عادي احنا ولدنا في صحراء فلا نخاف من شيء الا من الله سبحانه وتعالى. سننزل الى الحديقة الكبيرة فاكر ناسي تو نقعد يا رب هذه الحديقة فوقنا الحين نحن الآن في أسفل في مكان افرضوا يعني يطلق الأسد. ربي معه نخلي أعطوا الحيوانات تأكل غير الموز اللي يقول لك جنوب التونسي ليس فيه موز ها الموز ان كل شيء الحمد لله ها؟ لا لا ليس ورد هذا شو ورد هذا مشمش لم يجهز بعد هنا اماكن للجلوس في اماكن امام سنكمل الرحله بعد شوي وين عشان نقعد شويه من هنا هذه هي اخواني كما قلت لكم الجنه اكمل بكم يعني او اكمل بكم جوله قصيره لنختم بها فيديونا اليوم ان شاء الله يعني عملت حتى مقاطع صغيره سانزلها والله المستعان انا احب اشارككم حياتي يعني ليس يعني تبقى الحياه مقتصره دوما على اني مفسر وبيني وبينك يعني تفسير فقط لا انا احب اجد اخوه وانا اريد ان يكون لي اخوه واصدقاء واصحاب وناس تحبني لوجه الله
وحتى يعني نزلت هذا الفيديو اخواني عفوا على لغتي متلاثمة، حتى ابين لبعض الناس الذين يدعون علينا يعني ادعاءات باطلة، الذين يتقون الله ولا يخافون الله ابدا، اننا ناس يعني نعيش حياتنا طبيعي ككل الناس. فالبعض يعني ياخذ فكرة عن مثلا شيخ تفسير وكذا انه معقد وانه يعني ضغطها. انا الحين يا اخواني جيت مع اخي وزوجته، يعني اخي وزوجته هم، وجيت معاهم عفوا، ويعني عملنا يعني جولة، يعني عايش حياتي طبيعيا. يعني بعض البشر للأسف اخواني يعني تفكر يعني تفكيرات لا اعرف كيف، يعني ليش الاذى، ليش؟ عيشوا حياتكم اخواني، واعلموا ان كل يوم يعني تعيشه هو هدية من الله، لا تبالي لاحد وعيش حياتك. تعصبت اليوم في البث صحيح، لكن اخواني الكرام يعني عادي. ليش تعصبت؟ تعصبت اخواني لاني انا اعمل بضمير مع الناس، والناس تظن انه كله كذب، و لا اعرف كيف ساعبر، يعني احيانا يعجز اللسان عن الكلام. الله المستعان اخواني الكرام، وانا اقول لكم روحوا عن انفسكم بين الحين والحين، لا تجعلوا الدنيا اكبر همكم، خلوها على الله، تفسحوا وتمتعوا ويعني انفقوا اذا كان عندكم مال، واظهروا نعم الله عليكم، وعيشوا حياتكم كما يعني ترونها مناسبة لكم بما يرضي الله، طبيعي جدا. والله ولي التوفيق اخواني الكرام. انهي معكم هذا الفيديو على امل ان نلتقي ان شاء الله في فيديوهات اخرى، وان وجدت تفاعل طبيعي جدا ان شاء الله انزل لكم اماكن اخرى من بلدي. انا عندنا يعني ونحن عندنا اماكن كثيرة سياحية وتراث واشياء كثيرة. والله المستعان.